هلا والله مرحبا بكل من انضم إلينا مشاهدا أو مستمعا في تغطيتنا الحية والمباشرة لهذا اليوم السعيد في ذكرى اليوم الوطني 94 التي نحتفي فيها هنا من العاصمة السعودية الرياض. فعلا تحديدا حنا وين؟ حنا اليوم مشاهدين في مقر وزارة النقل والخدمات اللوجستية في العاصمة الرياض، اللي طبعا نشكرهم على إعطائنا هذا الموقع الجميل، والشكر الخاص الموصول لمعالي الوزير صالح الجاسر. وزارة النقل طبعا تعتبر واحدة من الوزارات اللي ساهمت بربط المملكة بشبكة مواصلات. احنا نتكلم عن شبكة يعني جوية برية بحرية مترابطة، وحققت كثير من الإنجازات الكبيرة لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، راح نستذكرها في اليوم الوطني. طبعا عندنا خريطة ممتدة لشبكة النقل اللي تطورت عام بعد عام. على سبيل المثال للحصر، عندنا شبكة النقل بالحافلات بين المدن اللي زادت إلى 35 مسار للشبكة، الأمر اللي ساهم بزيادة عدد المستخدمين للنقل العام بالحافلات الأكثر من 60 مليون راكب خلال النصف الأول من عام 2024. كما بلغت إجمالي عقود الاستثمارات الموقعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية أكثر من 200 مليار ريال سعودي، تغطي أنماط النقل المتعددة. كذلك هناك توقيع عقد المدينة اللوجستية السعودية بالمنطقة الحرة في ميناء جيبوتي، وإطلاق منصة لوجستي بنسختها الجديدة لتقديم أكثر من 140 خدمة لوجستية، وأكيد زيادة عدد المهن المستهدفة بالتوطين في قطاع النقل الجوي لأكثر من 53 مهنة. طبعا الحديث يمتد عن هذه المسارات المتعددة في شبكة النقل في المملكة العربية السعودية، واللي حقيقة نسعد هذا اليوم من هذا المكان، من هذه الخلفية اللي تشاهدونا وراءنا. نحن من هنا من وزارة النقل والخدمات اللوجستية في مبناهم في العاصمة السعودية الرياض. شبكة